مستقبل هذه الحرب بعد كل هذه الضغوطات على روسيا، قراءتك لمستقبل هذا، هل ستواصل روسيا في مسعاها إلى أن تصل لمبتغاها؟ الآن الطرفين، الطرف الأوكراني والطرف الروسي، في مفاوضات مستمرة. يمكن الآن هم في الجلسة الثالثة أو الجلسة الرابعة. أعتقد أنه في بداية الحرب الناس تقعد لتفاوض، معناها الطرفين عندهم رغبة أكيدة في حل الأمر لازم. وعدم الانزلاق فيه إلى نهايته. لأن روسيا أول حاجة من الناحية السكانية بنلقى أنه الشعبين قريبين جدا لبعض، وأنه في أوكران موجودين في روسيا وفي روس موجودين في أوكرانيا، فالشعبين متداخلين جدا كأسر وكمجتمعات وكذا. فالمسألة دي بتشكل ضغط كبير جدا حتى هناك على معارضة الطرفين. داخلية في روسيا ضد هذه نعم. الحرب. نعم. الأمر الثاني، روسيا بتتعرض للضغط ده، وبتتعرض كمان لضغط داخلي من الشعب الروسي، وعليها إنها تجتهد جدا في إنها تحدث تماسك كبير داخل الشعب الروسي، وإلا لا يمكن أن تستمر في حرب خارجية وهي فيها تصدع داخلي في عند الشعب الروسي. الأمر المهم إنه كثير من المقربين والداعمين لحكومة بوتين فرضت عليهم عقوبات كبيرة جدا، وأثرت على أنشطتهم الاقتصادية وغيرها. غير كده نحن الآن في عالم متغير شوية، والمسائل الجمعيات الحقوقية وحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية دي مؤثرة جدا، والإعلام مؤثر جدا، ويمكن الضربات الكبيرة اللي بتحصل في المدن الأوكرانية والاستهداف الكبير للمدنيين والمباني السكنية والمستشفيات والمطارات وكذا، ده بيخلق حالة من الغضب تجاه موسكو. يمكن ما تقدر تقاوم كل ده، لأنه يعني تقاوم الأمر الداخلي وتقاوم الضغط الاقتصادي وتقاوم الضغط الإنساني وتقاوم الضغط الحقوقي وكذا. فالمسائل دي كلها يمكن بتساعد كثير جدا أوكرانيا في أنه تضغط روسيا في